ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت ثورة ضد الظلم والطغيان، والإمام الحسين عليه السلام استشهد في سبيل قضية ديمقراطية، أنه يريد الحكم يكون بالشورى وليس بالتوريث. ويبقى الإمام الحسين يعني رمزا للشهادة ورمزا للدفاع عن الحريات وعن الأحرار في كل العالم. اليوم الشعب العراقي بكل مكوناته، بطوائفه، بمذاهبه، بقومياته، يحتاج إلى رسالة الحسين، رسالة الحسين التي أساسها العدل والإنصاف، خصوصا ونحن في مرحلة جدا مهمة وصعبة، تحتاج إلى تكاتف، تحتاج إلى عدل، تحتاج إلى مرحلة يكون فيها الشعب موحد. وهذه رسالة للجميع بأن يكون الحسين هو المصباح، كما كان مصباح لكل العالم، أن يكون هو مصباح لهم في مواجهة الفساد والظلم.